السلام عليكم، كوم ياسين من الرقيز، الساكنة من طيب وساكن تقليم دريوش عامة، فاعل جمعوي ذا المنطقة ومتتبع الشأن المحلي. خصها لك نداء السلطة المحلية والسلطة الإقليمية باش تزيع شويت تحمى صناديق الاقتراع ومكاتب الاقتراع من التهديدات تقنص مصيرة الانتخابات للمزورين المفسدين العملية الانتخابية لإقليم الدريوش. وركي اقليم الدريوش دوني الخاسر الوحيد لمنايات الساكنه اقليم الدريوش، وانا خصب ونزا اعاده الانتخابات وما نغني وتنادي ساكنه اقليم الدريوش باش هادي خضال الانسان يخصنا يترافعا للبرلمان الصوت نسنو يطرح بويا من نواه، يخصنا يخضال الشخص المناسب الكفو تنسان دماره اكيس نبد ان شاء الله ثيوشا 13 يونيو أنفق أنصوت كساكنة إقليم الدريوش صغارا وكبارا وشكرا. نخوض بالنسبة للإشارة يجيخي السلطة العمومية ولكي وضع التصن الصدى أربعة الصناديق قين دي مناطق نائية وجن الطاس وغاسب والحماية ورجن هجد باش السلطة خصها تزيع سوف تضرب بيد من حديد المفسدين وصماصرة الانتخابات بوركي تلقى نتصن تهديدات رؤساء الصناديق وسواء الملاحظين ديال الاحزاب مره منايا النتيجه النس هو نعزوان تعود الانتخابات لاقليم الدريوش هذه الانتخابات ديمقراطيه نزيهه 100% و80 منك كساكنه اقليم الدريوش والسلام عليكم.